together, and half of the rector of the University of Concepts here. هذا الماستر هو بالشراكة مع مجموعة من الجامعات الدولية والوطنية في إطار مشروع إيراسموس الأوروبي للمبرمج من طرف الاتحاد الأوروبي. نقوم بتكريم طلبة المتفوقين للدفعة الأولى، وهذا الطلبة عددهم 13 طالب، وسوف نكرم 3 الأوائل. وهذا الطلبة كانت عندهم منح دولية، راحوا لمدة تربصات 3 أشهر إلى الخارج.